اهلا بحضراتكم من جديد. زي ما كنت بتكلم مع حضراتكم قبل الفاصل عن مباراه الاهلي وبطل بتسوانا تاون شيب مهمه جدا جدا، معايا النجم المدير الفني لمنتخب مصر الشباب ونجم مصر ونجم النادي الاهلي الكابتن الكبير كابتن ربيع ياسين. كابتن ربيع اهلا بيك يا كابتن. اهلا كابتن ميدو، ازيك؟ وحشني جدا والله. وحشني حبيبي، دايما متالق وموفق دايما يا حبيبي. ربنا يخليك كابتن ربيع. طمنا عليك الاول وطمنا على فريقك قبل ما نتكلم عن مباراه الاهلي القادمه ان شاء الله. والله الحمد لله، كنت في الاتحاد امبارح، قدمت اللي هو ثروه صوره بديل تنفيذي البرنامج بتاعي. تمام. البرنامج ده انا مقدمه يا كابتن ميدو من شهر 7 اللي احنا فيه ده لحد 2018 لحد 5/2020. ما شاء الله. البرنامج كله كان متكامل، معسكرات والماتشات والتوقفات والاعياد ورمضان والصيف وكله، وقدمته له قلت له ده اتفضل البرنامج بتاعي. بس المفروض العقد يا كابتن بينفعله من 1/7، وهنشتغل بقى ان شاء الله واجتمع بالجهاز ان شاء الله خلال الوقت قريب، وربنا يوفقنا في المهمه الصعبه دي يا كابتن ان شاء الله. حضرتك معلش تاني، لان الكلام حضرتك ده بتقوله مهم جدا، ونفسنا كله بقى مخطط كده لسنوات حضرتك. قدمت الفتره او استراتيجيه الكابتن ربيع ياسين مع منتخب الشباب من 1/7/2018 لكام يا كابتن؟ ل 5/2020، لاول ماتش في التصفيات. ل 5/2020. اه طبعا، لان لازم اقدم البرنامج بتاعي وكله بقى متلاحق مع بعضه، في تراوت ما بين 2018 ل 2019 ل 2020. انا هعمل ايه؟ انا بحسب نسب يا كابتن ميدو، نسب في التجمعات، نسب في تجهيز اللعيب، يعني في مجموعه مراحل انا بشتغل فحاططها كلها على بعضها، يعني هنوصل لحوالي 19 18 تجمع خلال السنتين يا كابتن ميدو. والله كابتن حاجه جميله جدا، ونفسنا كله يعني يحزو نفس الحزو ان احنا نخطط لقدام ونبقى عارفين نعمل ايه سنتين ثلاثه، مش لازم نخطط ونبص تحت رجلينا. يعني حاجه جميله جدا، واحنا متعودين منك دايما يا كابتن ربيع على الكلام ده بصراحه. الله يخليك. يعني كابتن علينا والله الموفق. انا يعني يا كابتن لو قلت لك، انا عارف طبعا ان البرنامج طويل جدا، لو قلت لك ابرز نقاطه ممكن نقولهم او نعدد منهم نقاط؟ هو كابتن بص، هو طبعا البرنامج يعني مش قدام، انما ان انا عامل ايه؟ اولا تجمعات، واخد بالك، ماشي بمراحل معينه. انت عشان تجهز ولد النهارده يقدر يجالي القوه والسرعه والمهاره والجوانب الخططيه والاراديه، لازم تجهزه على وجود مراحل. اول حاله انتقاء، بعد كده البنايه يا ميدو، بنايه لعيبه بدخل له واخد بالك عشان اعمل له قياسات واخرج فيه التحملات والحاجات دي كلها. بعد كده تدخل على فتره ماتشات تتاكد فيها سلبيات وتتاكد فيها ايجابيات، تعالج فيها سلبيات وتتاكد فيها ايجابيات، مرحله مشابهه للبطوله، واخد بالك؟ الولد مش هتولد دولي خالص ولا بالعشوائيه يا كابتن ميدو. في نفس الوقت انا عامل حوالي 19 تجمع، عامل حوالي 26 مباراه افريقيه، وحوالي 10 مباريات مكتسبه. كنت اسالك على المباريات الوديه. اه خد بالك، المباريات بالمواعيد يا كابتن ميدو، بالايام، خد بالك، بالتصنيف، بالمستويات. حضرتك عامل 26 مباراه افريقيه؟ افريقيه و10 محليه ممتاز به. اول مباراه عاملها مستوى الدرجه الثالثه. مش عامل مباريات اوروبيه يا كابتن ربيع؟ لا، انا اميل للافريقيه، احنا الاصل بتاعنا افريقيا. تمام. لا انا قصدي تعرف كمان لاعبتنا او التعب بتاعك من التعب العالمي او من الشكل العالمي. ما هو ده اللي مرحلته يا كابتن. اكيد دي مرحلته، خلي بالك احنا لازم نمشي في مجموعه مراحل لما ربنا يكرمنا وفي نصيب، وبتوصل لكاس العالم بتنوع بقى مستوياتك، بتنوع ماتشاتك، بتنوع كده يعني. تمام. ربنا يوفقك يا كابتن ان شاء الله. ربنا يوفقك يا رب يا كابتن. انا يعني دايما بتمشي حضرتك حاسب كل حاجه بالورقه والقلم وتخطيط علمي وعملي كمان، ان شاء الله كل التوفيق لك يا كابتن ربيع. يعني نتكلم بقى عن مباراه الاهلي القادمه يوم 17 ان شاء الله، المباراه المهمه جدا، واكيد حضرتك عارف اهميتها بالنسبه للنادي الاهلي، مباراه تاون شيب البتسواني. اه طب مباراه مهمه جدا مش كلام، ومكسبها مهم جدا. انا من وجهه نظري الحمد ان شاء الله الامور ماشيه كويس، في استقرار، في استجابه، في هدوء، في خبرات موجوده عندنا الحمد لله، في استقرار في مراكز، استقرار فني بنسبه كبيره في المية كبيره. يعني انت عندك استقرار في لعيبه بنسبه 75%، يبقى تلاقي الانسجام والتفاهم وتلاقي الخبرات الفنيه اللي تقدر تشكل بيه وتشتغل بيه مع مدير فني عنده خبرات افريقيه، مدير فني يعني انا متاكد ان شاء الله انه هينجح بنسبه 100%. يا رب. عنده فكر ورائع وموفق، لا مدرب يعني شاطر يا ميدو، خلي بالك يا رب يعني. يا رب. وفي الله سبحانه وتعالى، فاحنا ما فيش خوف من وجهه نظري، احنا جاهز، احنا الخبرات، احنا القوه، ان شاء الله الاهلي عمل تطلعات كويسه، النجوم بدات ترجع، الحمد لله في حاله كويسه، انا ان شاء الله بتعلم متفائل بنسبه 100% ان افريقيا
هنعوض وهنكسب وهنبقى كويسين ان شاء الله. والماتش الجاي ده بدايه التألق وبدايه العوده بمشيئه الله تعالى. يا رب يا كابتن ربيع. اكيد حضرتك طبعا ليك باع طويل في المجال الافريقي وحصدت بطولات كتيره مع النادي الاهلي، بطولات افريقيه كنا لسه بنعرض اهداف وبطولات منذ قليل، مش عارف حضرتك شفتها ولا لا. يعني حضرتك من خبرتك الافريقيه وخبرتك الافريقيه، ايه اللي ناقص النادي الاهلي في الفتره الحاليه دلوقتي للدخول يوم 17 بمنتهى القوه والقدوم على احراز هذه البطوله الغاليه جدا للنادي الاهلي؟ بص، حاره المدير الفني مهمه جدا في تجهيز الفريق. تجهيز الفريق فنيا، انت عارف النادي الاهلي انه طول عمره بفضل الله اجهز فريق فنيا، واخد بالك، يواجه الفرق بيكسب بفضل ثم الفنيات، ده مهم جدا. يبقى انا على الجانب البدني والمهاري والخططي والنفسي اجهز فرقتي، وفي نفس الوقت انا اقرا المنافس كويس قوي. ده دور المدير الفني، دوره رقم واحد، توفيق الله تعالى سبحانه وتعالى. اللعيبه لها دور كبير جدا، خلي بالك برضه الحاله بتاع اللعيبه مع الحاله مع المدرب. لما يبقى مدرب ذكي، مدرب شاطر فنيا، بيعرف يبتدي ب 11 لعيب جاهزين، بيعرف يدور المباراه، بيعرف يغير خلال 90 دقيقه، بيعرف يخرج حاجات كتيره جدا فنيه. ده مهم جدا للمدير الفني. وحضرتك متفائل، حضرتك قلت في بدايه كلامك انا متفائل جدا بباتريس كارتيرون. ايوه دي حقيقه، هو الراجل عامل نتائج كويسه في افريقيا واسمه كويس وجينا عمل شغل كويس. تمام. ومع النادي الاهلي يا كابتن ميدو هينجح بشكل كبير، لان المنظومه خلي بالك اي مدير فني خلي بالك بيلاقي مش اقل من 60 70% جاهز، كل الدنيا جاهزه، بيعمل اضافه 100 بيعمل اضافات اكيد ونسب كبيره جدا يا كابتن ميدو. اكيد. الحته الثانيه اللعيب دورها يا كابتن في التركيز، في الالتزام، في الاصرار، في الرغبه، في الاراده، في الفنيات، كل واحد له مجموعه وظائف لازم ينفذها، هو ده. انا اعتقد ان دايما اسره النادي الاهلي شعارها هو الحب، هو الجهد، هو الكفاح. انا اعتقد بالاداره الجديده وبالموسم الجديد وبالمدرب الجديد وبالروح الجديده، كل الطموح النهارده والتركيز ان شاء الله على كاس العالم، على افريقيا عشان نروح كاس العالم للانديه. يا رب. هو موجود يا كابتن ميدو، ان شاء الله الناس تطمئن، وان شاء الله تبقى بدايه مبشره ان شاء الله، وحلوه وجميله وفيها كل حاجه ان شاء الله يتعب. يا رب يا كابتن. انا بطمن الناس من خلالك يا كابتن ربيع، عشان كده بحاول اطول معاك في الاسئله شويه. انت عارف الناس نفسها، او جميع الاهلاويه تحديدا كمان نفسها الاهلي يرجع بقوه بسرعه كمان في البطوله الافريقيه وياخدها، عشان كلام حضرتك ان هو يروح لكاس العالم للانديه اللي هو عود الجماهير الاهلاويه انها بيروحها. عشان كده بقول لحضرتك، شايف في مراكز ناقصه النادي الاهلي لسه؟ النادي الاهلي مراكز، انا من وجهه نظري البلاي ميكر مهم جدا جدا، لان البلاي ميكر ده كابتن ميدو دوره مهم جدا في ربط المباراه فنيا خلال 90 دقيقه. اكيد دوره مهم جدا، مش دوره انه كمان، يعني دوره انه صانع، دوره انه بيهدف، ان دوره انه بيعمل ترابط، دور بيهدي، بيرفع الايقاع، السرعات، حاجات كتيره جدا جدا، الزيادات، الجدي في الثلث الاخير. فادي واحد صانع الالعاب مهم جدا جدا يا كابتن ميدو، بالك. وانا اعتقد بعد كده الحمد لله كل المراكز متوفره، عوده مؤمن، عوده عبد الشيخ، عوده كذا واحد، يعني ما فيش مشكله عندنا في خط الهجوم الامامي، عندنا ثلاثه، عندنا مروان وعندنا محسن وعندنا ازارو، دي كمان بقى موجود اهو مش هيمشي. الباك رايت موجود اكتر من لعيب، الباك ليفت الحمد لله موجود اكتر من لعيب، الديفندر انا متهيألي القلب كمان، مش عارف انا القلب فيه صفقات جديده جت ولا ما جتش. ده مهم جدا يا كابتن ميدو، ان احنا محتاجين مساك ومحتاجين بلاي ميك. ده متهيألي هو ده تيم النادي الاهلي، انما كلها المراكز الحمد لله فيها استقرار، لعيبه خبرات زي الفل، التجمع ما بين الشباب والخبرات، الامور كلها مستقره الحمد لله. فانا متهيألي دول المركزين اللي ممكن النادي الاهلي يحتاجهم يا كابتن ميدو. يا رب يا كابتن ربيع، يا رب يعني كل التوفيق لحضرتك مع منتخب الشباب، وان شاء الله تحققوا نتائج ورا اروع كما عودتنا قبل كده، وان شاء الله كل توفيق النادي الاهلي في المباراه القادمه. كابتن ربيع ياسين، نجم مصر ونجم النادي الاهلي، شكرا جدا لحضرتك. يعني اعتقد انا بحاول اطمنكم على قد ما بقدر، بجيب لكم نجوم كبيره جدا.